بالأمس تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت عن الأوضاع في المنطقة الشمالية، وأشار إلى أن حزب الله أطلق أو نفذ أكثر من 1000 عملية إطلاق نحو إسرائيل، وهنا يقصد بعمليات إما إطلاق صواريخ أو إطلاق قذائف الهاون أو استخدام الأسلحة الخفيفة الرشاشات أو حتى المسيرات المفخخة. قال بأنه تم استخدام أكثر من 1000 عملية أو نفذ حزب الله أكثر من 1000 عملية إطلاق منذ 8 أكتوبر، ولكنه تلقى الضربات الكبيرة في إشارة إلى القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على جنوب لبنان، ومحاولة إسرائيل في هذه الفترة تدمير بنية تحتية تقول بأنها تابعة لحزب الله، إن كانت من مواقع عسكرية أو معسكرات أو بنية تحتية تكنولوجية، كما أشار الناطق باسم الجيش في أكثر من بيان.